من النادي الاهلي وجماهيره بصفه خاصه طبعا والجماهير المصريه. بس قبل ماتش كايزر احنا عايزين نشوف بتاع كايزر دوت شفيز دوت، هل يعني يوم 17 ده هيتلعب ولا هو يوم 17 توقعاتكم ايه برضو يعني؟ هو قبل كايزر طبعا يعني، والاهلي يعني عندنا ماتشات في الدوري برضه طوى سجل انتصاراته في في افريقيا عنده بعد غياب الاهلي ما لعبش في الدوري، الاهلي يلعب مع بيراميدز يوم الخميس غدا ان شاء الله. ما لعبش في الدوري من يوم 10/5 كانت اخر مواجهه، كانت القمه الاهلي والزمالك والتعادل الايجابي. فيعني ما يقرب من 50 يوم غايب عن المحلي في غضون بقى الفتره دي يعني، او تخلل الفتره دي خمس لقاءات للاهلي في افريقيا. كان الفوز على الترجي ذهاب وعوده، التعادل الوحيد امام سان داونز في استاد لوكاسا في بريتوريا، والفوز عليه هنا، وفاز ايضا بالسوبر الافريقي السادس في تاريخه على نهضه بركان. مباراه بيراميدز انا بشوفها مباراه قويه جدا. ليه؟ الاهلي خلاص يعني هيلاعب كايزر تشيفز، وانا بقول لك من الوقت اهو سجل الكلام ده، الاهلي في النهائي رقم 14 ليه والبطوله العاشره ان شاء الله، كايزر تشيفز الثامن في الدوري ان شاء الله امام الاهلي. كايزر تشيفز لعب الاهلي مره واحده في تاريخه، كانت في السوبر الافريقي في 2002، الاهلي فاز عليه 4-1، منهم عصام الحضري حط جول اللي هو الجول من نص الملعب يعني، ممكن عصام الحضري حط جول فيه حط جول يعني من النوادر جدا ده. ان عصام الحضري فعلا حط جول في الماتش ده، رغم ان هم كان الاهلي متاخر بهدف، نجح في الفوز كان سيد عبد الحفيظ وحسام غالي وخالد بيبو، وكان كابتن عصام الحضري. فما فيش مقارنه خالص يعني، حتى الاهلي مع الفرق جنوب افريقيا سواء كيب تاون او سان داونز، لاعب الفرق الجنوب افريقيا جنوب افريقيا 21 مره، كان فوز من نصيبه 12 مره قابل 8 تعادلات 6 هزائم فقط. الاهلي لم يهزم في افريقيا باستثناء مباراه سيمبا اللي هي في دوري المجموعات في الادوار الاقصائيه اللي هي بيعتبر النهائي منها، من 2018 2019 امام سيمبا امام سان داونز اللي هو 5-0. فالاهلي انا بقول لك ده نهائي اللي هو السهل الممتنع يعني برضو مش عايزين نقول كده كيمو، الماتش اكيد ماتش الاهلي طبعا كورقه وقلم هيكسب، بس الكوره ما فيهاش برضو ولاعبين وتاريخ تمام، بس الكوره ما فيهاش كده، الكوره 90 دقيقه اللي بيدي 90 دقيقه في الملعب، والماتش ده ماتش بطوله اصلا، ممكن ما تعرفش اجواء الماتش نفسها ايه، فاللعيبه لازم تبقى نازله مركزه جدا ان هو ماتش مهم جدا، ماتش بطوله صح، مجهود سنه كامله. فماتش اللعيبه هتبقى عليها ضغط نفسي برضه، لعيبه في لعيبه صغيره في الفرقه فلازم طبعا في توقعات برضه بالظبط، فالفرق لازم تحترم المنافس، ولازم عندهم خط دفاع قوي لازم تحترم والجون كويس جدا فلازم تحترم المنافس، وفرقه وصلت النهائي يبقى اكيد فرقه مش اشتغلت عملت بالظبط، لازم نحترمها ولازم نلعب كل مؤتينا من قوه في الماتش ده، ونقدم 100% في كل حاجه عشان ماتش بطوله يعني ما فيهوش اي حاجه يا كابتن. ده يعني ده الاهلي بتتكلم الكلام ده بنتكلمه في يعني، عايز اقول كايزر تشيفز لاعب الفرقه المصريه كم مره؟ 5 مرات تعادل مع الاسماعيلي مرتين، كسب الاهلي كسبه مره، الفريق الوحيد اللي كسبه مين؟ الزمالك. ايوه يعني تعادل مره مع الزمالك كسب الزمالك، فاحنا لكل قاعده استثناء الا مع الاهلي.